يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ثم تيجي يا حنين نتخيل العكس، الضغط يوم يجي فال في الوهلة الأولى يحصل له إيه؟ يعني يقع صوديوم كلورايد كتير، وصل الماكرو تنسى صوديوم كلورايد كتير، قامت قايلة لأختها الحقي ده يبدو أن الجي فال زاد، عرفت منين؟ ما أنا بقيس الصوديوم كلورايد لقيتهم عليه. طب هنعمل إيه دلوقتي؟ قالت لها أنا هطلع أدينوزين يعمل فازو كونستركشن في الافلنت. حضرتك شايف الفازو كونستركشن في الافلنت هيعمل ايه في الجي فال؟ يقلله. حد فاهم حاجه؟ مهمه جدا جدا جدا. تعالى يا عبد الله صح الحكايه؟ اه تمام ماشي. خلصنا ده في الباقي الكلام فيها. انا عندي عاملين عكسيين خلاص يا جماعه. هيدروستاتيك بريشر في باومنز كبسول يعني الضغط عايزين تصوروا تمام بس خلاص هتبقى مصور يتجمع هو يوم الفلتريشن يعني انا كده ضد، بس لو كدني واحده مش مشكله، بس لو كدنيتين مصيبه كده مش عارف اعمل حاجه. خد بالك يا حسن ان الاوزموتيك كابيلر بريشر مرتبط بالبلازما بروتين، ولو سمحت العوامل الزرقاء عوامل عكسيه. يعني ايه عوامل عكسيه؟ يعني من غير ما اقول لك لما دول يزيدوا يجيب فاضي هنا. يعني لو عيان عنده جفاف يجي له فشل كده. ليه؟ جفاف يعني في قص الميه. اصبح تركيز البلازما بروتينز عالي. يبقى الاوزموت الكابيلر بريشر اللي بيشد الميه عالي، يوم الفلتريشن يقل. فلتريشن يقل يبقى فضلاتك معاك فشل كلى. فاهم؟ طب عيانين الكبد، عيانين الكبد مش عارفين يصنعوا بلازما بروتينز، يوم الفلتريشن يزيد. حد فاهم اللي انا بقوله؟ اهم حاجه هنا انك تفهم ان البلازما بروتينز اللي هي الاوزموت الكبد البشر علاقتها بالجي اف اي علاقه عكسيه. يبقى في الدي هايدريشن تركيزهم اعلى قللوا الجي اف اي، في الليفر ديزيز تركيزهم اقل زاد الجي. وقت الحسن طب يا حسن ما احنا كده خلصنا اهو. قال لي لا لسه. قلت له ايه تاني؟ قال لي يا دكتور ما هو في مواد اسمها فازو دايليترز اللي هم البروستاجلاندينز، ودول كده كده بيأثروا على الدم اللي داخل الكدني عموما وخصوصا الدايمتر اوف ذا افلنت. طب ما هم بيأثروا على الدايمتر اوف ذا افلنت، انتوا ليه كتبتهم تاني؟ قلت له عشان نكتب لك مخصوص
معلومه من السي ان اس ان المسكنات بتوقف القوقس فتوقف البروستاتا. فلو عندك عيان وحضرتك دكتور عظام عظيم ومشهور وعملت خلل القرين بتوعك يبقى اتباعوا مسكنات عشان يتخلصوا من ألمهم وقال يعني انت كده هتعمل فلوس، فبعد كده العيانين دول كلهم هيدعوا عليك لان نصهم هيجيله فشل كلى. ليه؟ انت جبت لهم فشل كلى. اوعى تفتكر نفسك بريء، على فكره دكاتره العظم بيعملوا كده فعلا. بيكتب للعيان له عظم ملعبه من المسكنات وبيختار اقوى واحد اللي هو الفولتارين. ليه؟ العيان هيخف مش هيرتاح خلاص مفيش حاجه وجعانه. على حساب ايه؟ على حساب الكليه. يبقى البنات اللي ماشيه في شنطتها شريط الكيتوفان واللوفين والحاجات ديت وعماله تبلبعه زي البونبوني تمام؟ انا ما بقولكش ما تاخدش مسكن، ما هو واحده ولا اثنين مش هيعملوا لك فشل كلوي. بس الناس اللي عماله تاخد مسكنات يوميا على مدار سنه واثنين هيجي لها فشل كلوي؟ هيجي لها فشل كلوي. وعلى فكره انا زيك كنت في يوم من الايام متخيل ان ده كلام كتب لغايه اما ابو واحد صاحبي مات كده. مات ازاي؟ قعد سنين ياخد مسكنات عمال على بطال قلب فشل كلوي 10 سنين على الغسيل وبعدين مات. ما هو الفشل الكلوي بنغسل وهيموت برضه. ماشي. رقم 6 واخيرا البروتين انتيك. طب وليه يا دكتور البروتين انتيك ياثر على الجي اف 1؟ فهقول لك ببساطه يا عم عمار ان معنى ان انت اكلت بروتينات كتيره ان دمك بقى فيه امينو اسيدز كتيره. وطبعا بما اننا بنراجع فانت عارف الامينو اسيدز بتقع لانها صغيره اطاعم ولازم تمتص. فتمتص وانت هتعرف لو ما كنتش عارف ده بكره ان شاء الله انها عشان تمتص لازم تمتص مع صوديوم. فتمتص مع الصوديوم هنا يبقى الصوديوم اللي موجود بقى قليل. فلما تيجي الماكيولا دنسا اللي في الديستال كونفوليتد تيوبيول تقيس وتلاقيه قليل هيخيل اليها ان الجي اف ار قليل. تقوم عامله ايه؟ بس هو اصلا مش قليل يبقى كده هيبقى اعلى من الطبيعي. فاهم يا اسامه؟ اكل البروتينز يزود الجي اف ار ليه يا سهى؟ لان الامينو اسيدز هتبقى اكتر هتمتص مع صوديوم اكتر. الصوديوم اللي واصل للديستال كونفوليتد تيوبيول اقل فيخيل ان هناك جي اف ار قليل فبيرفع الجي اف ار. معايا؟ الساعه دلوقتي 2:05 2:30 لو ربنا ادانا العمر ان شاء الله نتواجد تاني جوه القاعه. بصي احنا مش هنخش الرياضه ابصرش النهارده، احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ يعني بعد الحصه هنعمل البلازما كليرنس تمام؟ وهنعمل المقدمه بتاعت الرياضه اللي هي الميكانيزمات والترانسبورت ماكسيموم. ولو عرفت اخلص الحته بتاعت الاسيد بالانس النهارده هخلص منها. ايه؟ بكره دي بكره دي ابسوربشن كله، النهارده في الفريش بكره دي ابسوربشن، بس في حاجات كده قدام دي هخلص منها. شوفي هذا الموبايل واقفه في القلم. ما اعرفش حاجه تمام؟ يعني انا اقدر اقول لك بصدق انه مغزى اليوريا بتوعك فتر. احنا الاثنين يعني ايه بتظبطك؟ انا هجيب مسائل لازم كتير اصلا. الموضوع ما بقاش ايه يمكن لا هو ان شاء الله تمام؟ خلاص ده انا اجيب فيه. فقبل ما نفهم طبعا البلازما كلينرز ليها حلين. تحاول تفهمها وبعدين تفهمها. ده الحل الاسهل والاسلم. او تحاول تحفظها خبط. حاول تحفظها خبط مش صعبه برضه، هو قانون بنحفظه بنشتغل بيه. اقول لك الفرق في الاخر. بس تعالى الاول اما نحاول نفهم الفكره جايه منين. الفكره اصلا جايه من ان جماعه بتوع الفيزياء لو عندك ازازه فيها ميه. وقمت انت جاي مدوب كميه من ماده في هذه الميه. فالكميه اللي انت هتدوبها بتساوي الفوليوم في الكونسنتريشن. ده مصطلح احنا خدته عندنا في اول سنه اولى وخدته في الفارما اللي هو ايه؟ اللي هو الفوليوم ديستريبيوشن. الفوليوم ديستريبيوشن ده اي كميه من الماده حضرتك بتدوبها في حجم من السائل فهيبقى ليها تركيز. طيب لو ضربت التركيز في الحجم هيطلع لك كميه الماده. والدليل على كلام يا عمر حتى لو انت مش فاهمه قوي ان لو انت
جبت معلقه سكر دوبتها في شويه ميه صغيرين هتلاقي تركيز السكر عالي والميه مسكره قوي. طب نفس معلقه السكر لو دوبتها في شويه ميه كبار هتلاقي تركيز السكر قليل والميه مش مسكره قوي. تاني نفس الماده لو اتدوبت نفس الحجم الكميه لو اتدوبت في حجم صغير تركيزي بقى عالي. طب لو اتدوبت في حجم كبير تركيز يقل. ليه يا نورا؟ لان كده كده حاصل ضرب الحجم في التركيز ثابت اللي هو ايه؟ الاماونت. اللي هو ايه؟ يبقى دائما وابدا الاماونت ستساوي الفوليوم في الكونسنتريشن. يعني انا دلوقتي الازازه ديت انا اتخيل ان دايب فيها سكر تمام؟ قد ايه سكر في الازازه؟ هتقوم نورا قايله لي بص احنا هنشوف حجم الميه قد ايه ونضربه في تركيز السكر في الميه هيطلع لنا كميه الميه اللي دايب. هتفهم اللي انا بقوله؟ بقى تاني لو انت عايز تعرف الكميه ايه تضرب الحجم في الكونسنتريشن تمام؟ وده مبدا فيزيائي اقتنعت ما اقتنعت صدقت ما صدقتش دي حقيقه. الفيزياء ثوابت حقيقيه طبيعه على قانون طبيعه. مش قضيتي. انا قضيتي اني افهم يعني ايه بلازما كلينانس اصلا. كلمه بلازما كلينانس يا عمر يعني قد ايه من البلازما اتنضف من ماده؟ قد ايه من ايه؟ من البلازما اتنضف من ماده. يعني مثلا الاول قبل ما اقول لكم مثلا هو يتنضف من الماده الماده هتروح فين؟ يعني مثلا لو انا قلت لحضراتكم ان انا البلازما اللي في جسمي كلها فيها ماده قد وبعدين انا هاخد شويه من البلازما المربع ده كده ركز قوي هشيل الماده اللي فيه انزلها في البول المادة اللي كانت هنا راحت فين؟ في البول. تمام؟ ايه؟ بلازما كان فيها مادة. فأنا خدت شوية من البلازما شلت منهم المادة اللي كانت معاها. الحجم بتاع البلازما اللي اتشالت منه المادة ده اسمه ايه يا حسن؟ اسمه البلازما كليرانس. اسمه ايه؟ معلش ركز عشان تفهم. في الآخر لو عايز تحفظها احفظها بس حاول تفهم معايا أرجوك عشان دي أسخف حتة في الفهم. يعني ايه بلازما كليرانس؟ volume of plasma cleared from substance تمام؟ يعني دي ازازة مية تمام؟ فيها لتر مية قمت انا وكان فيها مادة السكر اللي انا مدوبه قمت انا واخد 100 مللي من المية شلت منهم السكر يبقى المية اللي اتنضفت قد ايه؟ 100 مللي انا بتكلم عن المية اللي اتنضفت. طب السكر ده راح فين؟ نزلناه في البول ده على اعتبار ان دي بلازما بتاعتي. معايا يا جعفر؟ مش مهم انت عايز كميه الماده ولا كميه البلازما اللي اتنضفت؟ طيب احنا معلش لازم نركز اكتر شويه. يعني ايه كليرانس؟ يعني حجم البلازما اللي اتنضف من الماده. تمام؟ حجم البلازما اللي اتنضف من الماده. ده الفكره الاساسيه. كويس؟ طيب الماده بقى اللي كانت في الحجم ده من البلازما اللي اتنضف الماده دي راحت فين؟ نزلت في البول. طيب الكميه اللي في البول كانت فين؟ في البلازما اللي اتنضفت. هي نفس الكميه ولا لا؟ نفس الكميه. مش هي الكميه دي كانت في البلازما اللي اتنضفت؟ اصبحت نفس الكميه دي فين؟ في البول. تاني كميه الماده اللي في البلازما اللي اتنضفت هيها كميه الماده اللي في البلازما هي كميه الماده اللي لقيتها فين دلوقتي؟ في البول. يعني انا ما اعرفش البلازما دي قد ايه بس هنا كمية من المادة في البول اهي اماونت بتاعت المادة في البول هيها عمال نفس الاماونت اللي كانت في البلازما اللي احنا نضفناها صح؟ ارجع للقانون الاماونت بيساوي ايه؟ الفوليوم في الكونسنتريشن الفوليوم في الكونسنتريشن اوعى تبقى اهبل وفاكر ان نفس البول لا طبعا حجم البول مش بالضروره هو حجم نفس البلازما انما الكميه هي الكميه اللي كانت في شويه بلازما انا ما اعرفهمش خدتهم نزلتهم في البول يبقى الكميه اللي كانت بتاعت الماده اللي كانت في البلازما بقت فين؟ في البول.
هي نفس الكمية ولا لا يا دكتور؟ هي نفس الكمية. بس هل حجم البلازما ده بالضرورة هو حجم البول؟ لا. إنما الكمية إنما المادة هي هي اللي كانت هنا هي هي. يعني حضرتك دلوقتي لو جبت مادة الماء شلتها من البلازما ونزلتها في البول وأنت عارف حجم البول وقست تركيزها في البول وتقدر تقيس تركيزها في البلازما يبقى انت تقدر تعرف ايه؟ تقدر تعرف حجم البلازما للضنك. تاني يا اخوما اول حاجة اي كمية تساوي ايه؟ بولي كونسنتريشن اي كمية. فانا هاخد كمية من المادة اللي هنا المادة احطهم هنا دي بلازما وده البول دي بلازما اللي انا نضفتها بلازما كانت كتير بس دول بس البلازما اللي اتنضفت فالمادة اللي كانت هنا بقت فين؟ بقت في البول ده تمام؟ نفس الكمية ومش نفس الكمية؟ طب هو نفس حجم البلازما هو حجم البول؟ لا ده حجم الغدة بس لو انت عارف حجم البول وقست تركيز المادة في البول وعارف تركيز المادة في البلازما هتعرف حجم البلازما تنضف فاهم؟ احسن شوية؟ ولا سيراميكا جعفر؟ لا مش سيراميكا؟ بلاطة عادية صح؟ لو حضرتك وصلت معايا اهلا وسهلا ولو ما وصلتش فده قانون الكليرنس ان حجم البلازما اللي اتنضف اللي انا هسميه كليرنس يساوي الفوليوم اوف يورين في تركيز الماده في اليورين خد بالك احنا غيرنا الرموز عشان ما نتلخبطش انما هي نفس الكلام في تركيز الماده في البلازما ايه عندي بلازما اتنضفت من الماده انا ما اعرفش البلازما دي قد ايه بس اقدر اعرف ازاي يا سهى؟ ما هي البلازما اللي اتنضفت ديت كان فيها كميه من الماده هذه الكميه اصبحت في البول. طيب الكميه ديت هي نفس الكميه اللي اتنضفت. طيب تعرفها ازاي؟ الكميه اللي في البول تساوي حجم البول في تركيز البول في تركيز الماده في البول. طب الكميه لما كانت في البلازما تساوي حجم البلازما اللي كانت فيه في تركيز الماده في البلازما. يعني مثلا انا هجيب ماده زي الانيولين هجيب ماده زي ايه الانيولين قال لك الانيولين دوت يا عمنا هو ماده فري ديفرنسيت ماده يا عمر فري يعني ماده فري ديفرنسيت يعني حضرتك ماده بتنزل في الانابيب عادي طب وبعد ما بتنزل في الانابيب عادي جدا الدكتور سلسبيل تقول له الدكتور بعد ما بتنزل في الانابيب عادي جدا لا تمتص ولا يستهلكها الجسم وغير سامة وبعدين يعني يبقى الانيولين اللي كان في البلازما دي هيقع في البول الكميه بتاعت الانيولين اللي كانت مع البلازما اللي حصل لها فلتريشن اصبحت في البول طب بما ان انت معاك حجم البول وتركيز الماده في البول وتقدر تقيس تركيز الماده في البلازما اصلا تقدر تحسب حجم البلازما اللي وقع ايوه هو ايه حجم البلازما اللي وقع ده اسمه جي اف ار اسوي حد فاهم حاجه لو انا قلت لك احنا هنقيس الجي اف ار ازاي هتقول لي بالبلازما كليرنس بلازما كليرنس بتاع مين يا عبد الرازق بتاع ماده اسمها انيولين بتاع ماده اسمها ايه انيولين اشمعنى الانيولين لان الانيولين اللي بيبقى موجود في البلازما بيقوم نازل جوه الانابيب وما يمتصش بعد كده حلو يعني يا دكتوره منى هذا الانيولين اللي كان مع البلازما دي تمام اللي هو الاماونت بتاعه ايا كانت اصبحت هذه الاماونت موجوده فين في البول طيب الاماونت بتاعته اللي وقعت بتساوي ايه بتساوي حجم البلازما اللي كانت فيه اللي هو الجي اف ار في تركيز الانيولين في البلازما طب الاماونت ديت بقت فين في البول بتساوي ايه بتساوي حجم البول اللي جه في تركيز الانيولين في البول ايوه لا خالص مش ده انا بتكلم على مين دلوقتي بلازما الوقت بس خد بالك ان التركيز هو
ليه؟ لان يعني تركيز النيورين في البلازما واحد، سواء اللي كانت بتقع او ديت او اللي رايحه صوابعي هو نفس التركيز. معايا اسباب؟ هيا نور شويه. يبقى اول حاجه لو حضرتك حسبت البلازما كليرانس للانيورين يبقى انت بتحسب جي فقط. طب في ماده تانية عندنا افضل اسمها بارا امينو هيبيريك اسيد. البارا امينو هيبيريك اسيد ماده بتيجي شويه منها بيقع وشويه منها ما بيقعوش، بس كله بينزل. يبقى كميه البارا امينو هيبيوريك اسيد هي كميه في البول، هي كميه البارا امينو هيبيوريك اسيد اللي وصلت الكدني في البلازما. وصلت الكدني فين؟ في البلازما. مش البارا امينو هيبيوريك اسيد اللي نزل في البول ده كان فين؟ كان في البلازما. انا بلازما يا عمار اللي وقعت ولا اللي ما وقعتش؟ الاثنين. البارا امينو هيبيوريك اسيد ده كان في كل البلازما اللي وصلت، بس لان البارا امينو هيبيوريك اسيد كومبليتلي سيكريتد، يعني ايه كومبليتلي سيكريتد؟ يعني كده كده هنرميه كله، وقع خير وبركه، طب ما وقعش هنرميه برضه. اذا كل البلازما اللي كانت جايه معاها بارا امينو هيبيوريك اسيد اتنضفت من هذا البارا امينو هيبيوريك اسيد. يبقى لو انت حسبت البلازما كليرنس للبارا امينو هيبيوريك اسيد بنفس المعادله يبقى انت بتحسب ان البلازما فلو. معلش انا بس عارف ان انت ايه لما شرحناها مره مع الجي اف ار عدت، وبعدين جينا شرحناها لوحدها فعدتها، بس لما احط لك الاثنين جنب بعض تتلخبط، عشان كده عايز احطهم لك جنب بعض عشان هي تتلخبط تفهمها الى الابد. ازاي نفس المعادله؟ مره تحسب الجي اف ار والمرة اللي بعدها هتحسب الرينا البلازما فلو. ازاي؟ عشان فرق المادة. يعني ايه فرق المادة؟ ده في المرة الأولانية بتستخدم مادة الانيولين. ايه خصائص الانيولين؟ خصائص الانيولين انه بيقع ولا يمتص. طب الانيولين مثلا اللي مشي كده هيرجع. هيرجع جسمك تاني. يبقى مين البلازما اللي بتتنضف من الانيولين بس؟ اللي بتقع بس. يبقى انت لما تحسب البلازما اللي اتنضفت من الانيولين، يعني البلازما الجديده اللي في الانيولين، اذا انت بتحسب الجي اف ار. طب في الحاله الثانيه لا انا بستخدم البارا امينو هيبيوريك اسيد. ايوه ايه اللي حصل يعني؟ اللي حصل ان انا عارف ان هذا البارا امينو هيبيوريك اسيد شويه بيقف وشويه ما بيقفش. بس كله بينزل في البول. يبقى انت مش بتنظف البلازما اللي وقعت بس زي الانيولين، انت بتنظف كل البلازما اللي جت الكدني اللي هي اسمها ايه؟ رينا بلازما فلو. اسمها ايه؟ رينا بلازما. مين فهم؟ مش مين ما فهمش عشان كده مش عارف فهم. الحمد لله عندنا فهمت. لو حضرتك فهمت فاحنا سعداء. ولو ما فهمتش ولا ايه؟ صح طبعا بس يا سلام. هو نفس القانون، هتقوم ضارب حجم البول في تركيز الماده ايا كانت في البول تقسمه على تركيز الماده في البلازما. لو الماده اللي هو مديها لك انيولين يبقى انت بتحسب جي اف. لو الماده اللي هو مديها لك بارا امينو هيبيوريك اسيد يبقى انت بتحسب رينا بلازما فلو. دكتور في رقمين نفس الرقم. ازاي رقم نفس؟ يعني الماده اللي موجوده في اليورين هي نفس الماده اللي موجوده في البلازما. نفس التركيز. نفس التركيز، يعني تركيز الماده اللي البسط اللي موجود في البسط. اها. هو اليورين اليو ان اليو اي هاي اللي فوق اليو اي هي نفس البي اي. مين اللي قال كده؟ لانه انت هيك حكيت. والله ما حصل. انا قلت الكميه اللي كانت في البلازما هي الكميه اللي في البول، انما مين اللي قال ان التركيز هو هو؟
معلقه سكر هحطها. حد يديني زيت ميه. معلقه سكر هدوبها في الازازه دي، وبعدين هاخد نفس معلقه السكر انزلها في كوبايه الميه دي. هيبقى التركيز هنا زي هنا؟ لا مستحيل، عشان الحجم مختلف. ايوه بالظبط كده، عشان الكميه واحده ولكن الحجم مختلف، يبقى التركيز مختلف هيتغير. وصلت؟ لازم تبقى فاهم. معلش يعني انا عارف والله هي حته رياضيه صعبه ودمها تقيل يا نور، انا عارف، بس اضعف باص يا عم، انا كيس جوافه يا جدعان ومحدش يفهمني الموضوع ده، اعمل ايه في الامتحان؟ احفظ القانون وتقوم داخل. لقيته مديلك الانيولين من غير ما تسال، من غير ما تبص على المطلوب، هو بيسالك على مين؟ جيف. لقيته مديلك البويضه عامله مين كيس الجوافه؟ لا 125. ايش عرفك ان هو جايب لك راجل سليم يا كيس الجوافه؟ ايش عرفك؟ طب احنا هنجيب لك المساله ليه لما احنا عارفين ان كلكم هتجيبوا 125؟ لكن هو بيسالك احسب ايه؟ جيفا. لقيته مديلك نفس المعطيات بس بيكلمك عن ماده اسمها بويضه امينو هيدروليك اسيد. هو في الاخر هيطلب مين؟ قامت مريم قالت لي لا معلش خليك دقيق، هو كده بيقول لك احسب الافكتيف رينال بلازما فلو. احسب ايه؟ الافكتيف رينال بلازما فلو. اشمعنى يعني اسماء كلمه افكتيف؟ لان حضرتك لازم تبقى فاهم ان اللي بيوصل لمناطق النفرون ويعمل الشغل اللي احنا بنحكيه ده مش كل بلازما. امال قد ايه يا ياسمين؟ دول غالبا 90% 9 من 10 من البلازما. وده اسمه الاكستراكشن ريشيو. اسمه ايه يا محمد؟ اكستراكشن ريشيو. بس على فكره انا لو واد شاطر اقدر اقول اذا الافكتيف مثلا بتقول الافكتيف رينال بلازما فلو بالنسبه للرينال بلازما فلو 9 من 10. فلو انا معايا ده هجيب ده. هتجيبيه ازاي يا ياسمين؟ بلازما فلو 9 من 10 في طرفين وسطين. احفظها كده طرفين وسطين، ما تخبطش نفسك. ما تعملش زيي. ولا هطلب في 9 من 10 ولا هقسم ده هي طرفين وسطين. ده على ده 9 من 10 طرفين وسطين. اصبح معاك مين يا منة؟ رينال بلازما فلو. طب ما انا لو معايا رينال بلازما فلو اقدر احسب رينال بلازما فلو ازاي يا عمار؟ طول ما هو بيديني حجم الكوز الحمراء، فلو قال لي حجم الكوز الحمراء مثلا 45% تبقى البلازما كام؟ 55. هو الوايت بلاد سيلز والبليتلتس فين؟ ما انت فاكره بقى حنين دي ما لهمش وزن ضخم. يبقى لو الكوز الحمراء 45 تبقى البلازما 55. طب الكوز الحمراء 30 تبقى البلازما 70. يعني هو لو جه قال لي مثلا بتقول في المساله دي ان مثلا الكوز الحمراء 40% ده احسب الرينال بلاد فلو. اي مش انت حسبت الافكت الرينال بلازما؟ وحسبت بعدها الرينال بلازما فلو. اي يبقى الرينال بلازما فلو على الرينال بلاد فلو يساوي 60 على 100. وحضرتك معاك ده تقدر تجيب ده؟ او احسبي على صوابعك. طبعا حد فاهم؟ الستين انا هقول لك الهيماتوكريت اللي هي الكوره الحمراء 40%. فانت تستنتج ان البلازما قدام الكوره الحمراء وبلازما 40% الكوره الحمراء يبقى البلازما 60. تمام؟ صعبه؟ طب لو هي بقى صعبه او مش صعبه؟ طبعا جمعنا البول بتاع العيان ولقينا الفوليوم اوف يورين في 5 ساعات. احنا معلش كنا واخدين شويه فقعدنا نجمع في 5 ساعات. طلع حجم البول قد ايه يا عمنا؟ طلع حجم البول 300 مللي. بتعملي ايه يا دكتور نور؟ بتكتبي السؤال على ال... يا سلام طب ما تطلعيش القلم. انا عارف ده بيتعب الصوابع، القلم بيتعب الصوابع طبعا، بس معلش عشان انا جيل قديم شويه فيا ريتني اطلع ورقه وقلم. ديال هتشلمني انا بطل تدريس وهجيب كشك سجاير. السؤال عن الفيروس تاني بقول لك
تجيب آلة حاسبة على أساس إن إحنا هنديها إقامة 4 و5 مثلا. عارف البول كام؟ 300 مللي في 6 ساعات. 5 ساعات. إذا الإنيولين كان الإنيولين تركيزه في البول 2 مللي وتركيزه في البلازما كان 1/10 مللي جرام في كل مللي. قسنا بقى البارا امينو بيتا كان تركيزه 1 مللي في البول وكان تركيزه في البلازما 1/1000. بقى دكتور حنين الهرمون بيطلع غير الكونسنتريشن هنا ما ينفعش يبقى هنا لان ده تركيز حجم الدكتور حنين ايه؟ بس خلاص احسب لي بقى الجي اف ار والرينال بلاد فلو والفلتريشن فراكشن. شوف الفلتريشن فراكشن. ايه الفلتريشن فراكشن؟ نسبة الجي اف ار على الرينال بلازما. الجي اف ار على مين؟ لا على الرينال بلازما. خد يا حبيبي المايه بتاعتك يعني خدت الميه وتقليل من العطش وكده يعني. ادينا المطلوب طبعا انا بقول لك ادينا المطلوب في اليوم عشان عارف القاعده بتاعته وصلوا لما تعدي عليهم كلهم ستة أصلاً تقريباً كان 1 مللي وواحد من 1000 الإنيولين 2 1/100 البارا أمينو هيبيوريك أسيد 1 1/1000 5 لسه ما حدش خلص ايش هو الساعه اللي بنت الضاره امين هو انا حسبتها في الساعه كم شنو باقي المساله مختصره الساعه اللي بنت قسمه 60 واحنا طلعها البنت ولا طلعها يعني 5 قسمه 60 يعني تطلع 0.6 اي 0.6 قسمه 1 مالكم 1 اي ما شاء الله هي لحظة 5 قسمة 60 أي 5 في 60 300 301 ما فهمت مش لسه يعني 20 الجامعة الأول زي ما بنت الجامعة الأول 10 9 20 5 في 6
300 منت وهو 300 ملي في 300 منت يبقى 1 ملي في المنت تطلع زمزم خلاص حتى ايوه ليش مش بتقول دقيقه فين ايوه بدي دقيقه الارزيز ايوه الارزيز 30% يعني بعد كم 30% يعني 70 طلعت واحد من الامي واحد بنتو أنت لاتثنين وعشرين بنتين 1587 أيوة دكتور عشان طلع جي اف ار الاولاني هيطلع 20 تمام 20 ملي تمام كده بس كده ثاني حال برا الافكتيف 100 صح 100 100 لا 20 والله الافكتيف يا جماعة أنا بدي أقام دماغي أنا ما تطلع زي ما تطلع مش طبيعي مش مهم أنا قلتلك إن ده ابن خالتي أنا بقولك ده واحد خرافي ده تنين مجنح إحنا بنحسبه سيلز الإفكت 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 الشخص الإفكت سلام عليك أمية آخر كان قسم بعده يلا تعال ألف أنا نسيت أنا هذا الجوف أربعين طلعت ما فهمت إيه؟ ما فهم ما فهمتيش إيه بالضبط؟ يعني الخطأ معنا أول حاجة طبعاً أنت عارف كويس جدا لما بيشتغل في الدقيقة تبقى أول حاجة تشوف حجم البولي اللي جه دوت في الدقيقة قد إيه تمام؟ هو إحنا قلنا هما كام؟ 5 ساعات قلنا هما 300 ملي؟ 5 ساعات طبعاً 5 ساعات يا منة يعني 65 يعني 300 دقيقة إذا من الواضح إن الراجل بيجيب مني بول كل دقيقة تمام؟ أول حاجة لازم تعملها في المسألة يا عبد العزيز معايا؟ طيب وبعدين يا عم أسامة تطبق القوانين إحنا عايزين نحسب أولاً الجي فار قمنا عاملين إيه يا دكتورة مريم؟ جي فار يبقى بنشتغل بالإنيولين هنستخدم أرقام الإنيولين حجم البول كام؟ واحد في تركيز الإنيولين في البول كان كام؟ اثنين على تركيز الانيولين في البلازما كان كام؟ 0.10 1 من 10 1 من 10 1 من 100 1 من 10 انا عدلتها في الاخر 1 من 100 لا كنت في الاخر 1 من 1000 1 من 10 عين كام عين فرق معايا تمام؟ يبقى 1 على 10 الرقم ده كام؟ 20 مليلتر بالمنت ده كده جي 5 حد ما جابش جي 5؟ كلنا جبناه؟ طيب نفس الارقام بس بتاعت البارامانوبيك اسيد نفس القانون بتاع البارامانوبيك اسيد يبقى انا بحسب مين الفكتور لينر بلازما فلو يلا مالين الفوليوم واحد طيب اليورين في البارامانوبيك اسيد في اليورين كان كام كان واحد البارامانوبيك اسيد كان كام واحد من 1000 يبقى الرقم ده يطلع كام 1000 ملي بالمنت
ده مين ده؟ ده الافكتيف رينال بلازما فلو. معايا يا مريم؟ طيب الافكتيف رينال بلازما فلو طبعا المفروض ان انا لازم اتاكد ان الاكستراكشن ريشيو 9/10 ممكن تغيرها اصلا. يعني ممكن الدكتور يقف يقول لك لا الاكستراكشن ريشيو 8/10 ينفع؟ هو ينفع ما. مش طبيعي بس ينفع. انا حر يا رب الاكستراكشن 1/10 انا حر. تمام؟ انت مش حافظ قوانين انت بتنفذ. تمام؟ يعني ايه اكستراكشن ريشيو؟ يعني نسبه الافكتيف على دينا البلازما فلو. تمام؟ انا همشي انها الطبيعي اللي هي 9/10 او قايل يبقى الافكتيف دينا البلازما فلو طلع 1000 يبقى دينا البلازما فلو كام يا عم عمال؟ ده على ده 9/10 هنضرب ال 1000 في 10 على 9 يطلع الرقم كام؟ 1111 يطلع كام؟ 1111 طبعا هنت صغير قوي عشان ياكدك بس ان انت ماشي صح. لازم الدينا البلازما فلو تطلع اكتر من الافكت دينا البلازما فلو. ليه؟ ان ده جزء من ده. لو لقيت ده اقل انت هتحسب غلط. ده اللي احنا عملناه لما كنا بنشرح عمال اتلخبطت وغلط في 9/10 تمام؟ انما زي ما قلت لك يا حسن ولا تنصب ولا تقسى. ده على ده يساوي الاكستنشن ريشيو 9/10 تمام؟ طيب معايا يا مريم؟ وصلنا لحد هنا؟ طيب بقى معايا دينا بلازما فلو. انت قلت الهيماتوكريت كام في المساله؟ انا قلت لك 30%. لو البسيس 30% تبقى البلازما كام يا عم جعفر؟ 70 ايه؟ 70 قلت 30% يا ياسمين. يبقى البلازما كام يا عمال؟ 70% بقى تقوم جاي قايل لي كده ادينا بلازما فلو 1111 على ادينا بلاد فلو تساوي 70 على 100 تقوم ضارب في 100 على 70 يطلع الرقم كام؟ 1587 مللي في الدقيقه. كده انت خلصت وحسبت ادينا بلاد فلو. معايا الورق؟ معايا؟ حد عنده مشاكل؟ لازم المساله عشان اطمنك نسبيا. احنا متعودين يعني ايه؟ يعني يا اما نجيب لك ده ونقول لك احسب لي الجي فال، يا اما نجيب لك ده ونقول لك احسب لنا الافكتيف دينا البلازما فلو. بس الصراحه يعني انا ما اعرفش الدكتور عرفت ما اضمنهاش. انت تحب تشوف الطلبه فهم في الموضوع لحد فين؟ تمام؟ فهتقول لك هي على فكره مش مخصصه درجات بس مش هتساوي الناس بعضها، هتقول لك مثلا ايه؟ احسب لي ده وده وده وده. اللي حافظ القانونين الاولانيين خد نص درجه. بس الشاطر خد درجه. معايا اسامه؟ طيب الفلتريشن فراكشن بجيبه ازاي يا عبد الله؟ الفلتريشن فراكشن زي ما قلت لك هتقسم ده على ده لما يطلع. خلاص؟ تطلع بقى كاريزما 20 على 1111 طبعا في حالتنا دي هتطلع رقم خرافي مش عايزين نعرفه. تمام؟ تقول لي كام فلتر؟ معايا؟ بلازما كليرنس مهمه وعلى فكره كتطبيقات هي مش صعبه. اللي انا حاولت اعمله في الاول هو اللي كان دمه تقيل ان انا عايز افهمك ازاي نفس القانون مره بحسب بيه جي اف ال ومره بحسب بيه فيكتور دينا بلازما فلو. انت مش عايز تفهمها محدش هيزعل منك. بس الانيولين للجي اف ال الافكتور دينا بلازما فلو للبالا عمال هيدروكس. طبعا اوعى تنسى قانون كوكروفت اند جولد. ايه قانون كوكروفت اند جولد دوت يا دكتوره سهى؟ دول اثنين علماء ظراف جدا. قال لك بلا تحقن انيولين بلا بتاع. انت هتيجي تاخد عينه من الراجل وتشوف البلازما كرياتينين كام. تمام؟ وتقوم عايل كده الجي فار يوزيل 140 مايز الايج في الويت على البلازما كرياتينين في 72. السلام عليكم. تعويض مباشر سهل جدا. يعني اجي اقول لحضرتك في نفس الورقه البيت يلا نفس الورقه البيضاء جالي عيان عنده 60 سنه وزنه 90 كيلو البلازما كرياتين الكرياتين بتاعه طلع 2 عايز اعرف الجي اف ار بتاعه كام؟ الويت كام؟ 90 لا ما حدش يقول لي ارقام تاني انا بقول اي رقم ليه في بالي ملوني. الراجل عنده كام سنه؟ 60 ووزنه 90 البلازما كرياتينين 2 كم؟
140 ناقص الاتش. طبعا القوانين دي انت بتحفظها، اوعى تكون فاكرين هنجيب لك قانون كوكو في تاند جوكو ونقول لك اتفضل عوض. احنا مش في اولى اعدادي، انت اللي حافظ القانون. رقم شويه خرافي. كم؟ خمسه؟ يجي فاضل بقى خمسه؟ يا حسن بيطلع كده؟ ازاي سلس شويه طلع خمسه؟ ايوه كم؟ 50؟ ايوه 50. لما خمسة دي ازاي يا حسن؟ دي نفسي 50 طيب عملنا ايه؟ قلم خلاص برضه خد خطوط. انا رفعت بلازما كرياتين فعارف ان الراجل عنده جي فوال قليل، صح يا دكتور؟ يا عمتي ده 2000 ماشي بجي فوال ربنا يوفقك. احنا عملنا ايه؟ عملنا السن كان كام؟ السن 60 140 ناقص 60 يبقى الراجل عنده 80 سنة. سوري 140 ناقص 60 بدي 80. وزنه كام؟ وزنه 90 على 2 في 72. اكتب حلو تمام؟ طبعا يبقى ديت 100 على 2. انا هاخدها بقى احط العزمة ومتابعة. انا بالنسبه لي طبعا عشان 9 و 8 و 72 طيارتهم يبقى 100 على 2 تمام؟ حد ما جابهاش 50؟ قبل بكره جبتها فين؟ الحمد لله. طبعا مش جبت دي من بعدك كده، طلعت عندها ما خلاص.